بالأمس تحول في حدود مليار و100 مليون درهم من الأشقاء في دولة الإمارات البنك. بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك عن وصول أكثر من مليار درهم إماراتي كدعم قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المركزي اليمني، استعاد الاقتصاد المحلي بعض توازنه المفقود وتحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الصعبة. اليوم نحن متفائلون كثيرا بهذه الوديعة التي جاءت من أشقائنا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي بحسب تصريحات دولة رئيس الوزراء أنه تم توريد مليار ومئة مليون درهم من 2 مليار دولار التي وعد بها الإخوة الأشقاء، وهذه نحن نأمل كثيرا أن تكون رافدا لجهاز الدولة وللبنك المركزي وللاقتصاد اليمني بإذن الله. وبرغم هذا التحسن الذي سيؤثر إيجابا على أسعار السلع والخدمات ويساعد في تخفيف معاناة المواطنين الذين طحنتهم الحرب، إلا أن جملة من المهتمين بالشأن اليمني يرون أن الحكومة اليمنية أمام تحديات وصعوبات جمة، تحديات لطالما ألقت بظلالها القاتمة على الناس هنا. حقيقة ستكون أمام الحكومة اليمنية اليوم مجموعة من الصعوبات التي من شأنها تبقي على التوازن الحاصل بعد دعم الإمارات العربية المتحدة لها، أهمها الانقلاب الحوثي وأيضا الفساد المالي والإداري الحاصل في مؤسسات الدولة، إضافة إلى الرقابة على المحلات الصرافة والبنوك، إضافة إلى متابعة السوق السوداء والمتاجرة بالعملة اليمنية أو العملة الأجنبية. الدعم الإماراتي لليمن يحظى بتقدير رسمي وشعبي واسع، حيث أثمرت جهودها في تخفيف وطأة الحرب على شرائح المجتمع المختلفة، كما ساهم دعمها المتواصل للعملة اليمنية في تقليل الآثار الاقتصادية لهذه الحرب التي بدأها الحوثيون وما زالوا يشعلونها، ويرفضون السلام والأمن الذي لا تتقدم الدول إلا باستتبابه وانتشاره على ربوع الوطن. أسهم الدعم الإماراتي الأخير في استعادة بعض التوازن المهم للاقتصاد اليمني، لتصبح المسؤولية الآن ملقاة على عاتق الحكومة اليمنية للحفاظ على هذا التوازن. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، فيصل الدبحاني، تعز.